مجرد أن يكون المدرس في سوريا معارضاً يعاقب بالفصل من وظيفته من قبل النظام السوري. السيدة فكرة إحدى المدرسات المفصولات بسبب مشاركتها بالثورة، لم يثنيها ذلك عن متابعة عطائها بالمجال التعليمي، وبدأت بالعمل كموجهة بمعهد إعداد المدرسين في حارم. أنا كنت موجهة بإعدادية البنات بحارم، وانفصلت بعد شي 37 سنة خدمة، لا تعويض ولا يعني شيء. ولا السبب لأنه أولادي كانوا معارضين، ومستوار كلياتنا معارضين من بداية الثورة. مفصولة أنا بعده بجهود جبارة، عملنا هالمعهد معهد للطلاب وطالبات، طلاب وطالبات، إعداد مدرسين، سنتين دراسة. يجري المعهد في هذه الفترة امتحانات الفصل الثاني ل450 طالبا وطالبة من مختلف الاختصاصات كالرياضيات والعلوم واللغة العربية والإنجليزية، بخطوات تنظيمية من قبل الكادر الإداري والتعليمي لتوفير جو مناسب للطلاب أثناء الامتحان. بدأ الامتحان في 28 الشهر، يبدأ الساعة 8 صباحا الامتحان. مدة الامتحان ساعتين كل مادة، وينتهي الامتحان في 24 الشهر، والامتحانات تجري بشكل طبيعي، ما في أي مشاكل. الحمد لله اليوم أقدم أول مادة من الفصل الثاني، مادة العربي، والحمد لله الجو تمام منيح، والمراقبين وفرونا جو الدراسي جيد الحمد لله، وما ناقصنا شيء. امتحانات كتير سلسة، وعندنا الأريحية التامة يعني بالنسبة للهاي، والمراقبين يعني موفرين الجو المناسب بالنسبة للامتحان، ولحد الآن ما لم نواجه أي مشكلة يعني بالنسبة للامتحانات. تؤمن معاهد إعداد المدرسين المنتشرة في محافظة إدلب فرصاً للطلاب من حملة الشهادة الثانوية متابعة تعليمهم بعد حرمانهم من الوصول للجامعات والمعاهد في المناطق التي يسيطر عليها النظام، والهدف منها رفض العملية التعليمية بكوادر جديدة ومتميزة من مختلف الاختصاصات. يعتبر معهد حارم أحد فروع معهد إدلب لإعداد المدرسين، حيث تجري الآن العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني لتخريج دفعة جديدة من الطلاب ليلتحقوا بالمدارس كمدرسين في العام القادم مشاركين في العملية التعليمية. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، حارم، ريف وإدلب.